زي ما اتكلمنا عن نجوم كتير داخل النادي الاهلي ساهمت في اكتشاف مواهب زي الكابتن مصطفى حسين، زي الكابتن هاني مصطفى، زي الكابتن ميم الشربيني وغيرهم كتير من النجوم. النهارده نجمنا اسم كبير داخل النادي الاهلي سواء هو لاعب او ساهم في اكتشاف مواهب. تاريخه هو لاعب، لعب 10 سنين داخل النادي الاهلي، حقق منهم 6 دوري، 4 كاس، 3 افريقيا وافرو اسيويه وبطوله عربيه. اسم كبير وهو لاعب، واكيد اسم كبير وهو مدرب وساهم في اكتشاف المواهب. اشتغل داخل النادي الاهلي المدير الفني لمدرسه الكره، اشتغل كمساعد مع كورفر الهولندي وساهم في انجازات كبيره في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. من ضمن الاسماء اللي اكتشفها داخل النادي الاهلي اسماء كتير، مش قدمها للنادي الاهلي بس، قدمها للكره المصريه. احمد ياسر ريان، في عمرو الحلواني، في احمد سمير فرج، في مصطفى طلعت، احمد حسن مكي، اسلام محارب، اسلام سري، مصطفى شبيطه، مؤمن زكريا، هشام محمد، شهاب الدين احمد، ايمن اشرف، تاحه، حسين السيد، لؤي وائل، العش، وربيعه، كهربا، تريزيجيه، كريم حافظ، واحمد حسن كوكا، ورمضان صبحي، وكريم ندفد، ومانجا، واحمد شكري، وعفروتو، وسيد شبراوي، واحمد حمودي، توبه، محمد ناصف، وغيرهم كتير من النجوم. ما قدمش للنادي الاهلي بس، قدم للكره المصريه، اكيد هو كابتن بدر رجب. نشوف تقرير عن الكابتن بدر رجب ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. يبقى بدر رجب واحدا من أفضل صناع اللعب في تاريخ كرة القدم، وأيضا من أفضل من يكتشف المواهب. استطاع تحقيق إنجازات كبيرة مع النادي الأهلي كلاعب، وبعد توليه منصب المشرف العام على مدرسة الكرة بالنادي الأهلي نجح في إخراج العديد من النجوم، بلغ عددهم 48 لاعبا يشاركون الآن في كل أندية الدوري الممتاز، ومنهم من احترف خارج مصر مثل تريزيجيه ورمضان صبحي. بدر رجب نجم منتخب مصر والأهلي الأسبق، بدايته كانت في منطقة شبرا البلد حيث الكرة الشراب، وبعدها انتقل للاختبار في الأهلي. لم يتم اختياره لجسمه النحيل وقتها، بعدها ذهب لاختبارات الترسانة فاختاروه ولم يختاروا أصدقائه فقرر عدم الذهاب، وأخيرا ذهب ليسكو في الاختبارات وتم قبوله، لكن المدرب قرر أن يلعب حارس مرمى. هو الأمر الذي شعر معه بالإهانة، لكنه وافق على طلبه، وعندما جاءته الكرة قام بترئيس جميع اللاعبين، أحرز هدفا وقام بالانصراف من النادي ولم يحضر مرة أخرى. أول محطات بدر رجب الرسمية في الناشئين كانت في نادي المؤسسة العمالية، وأول مباراة ودية كانت أمام الأهلي وهو في سن 13 سنة. شاهده الكابتن أنور سلامة والمرحوم مصطفى حسين، اختاروه للانتقال للأهلي، وبالفعل لعب للأهلي ولعب لقطاع الناشئين وتدرج في صفوف القطاع حتى لعب بالفريق الأول في المباراة الشهيرة أمام الزمالك بكأس مصر موسم 83، وحصد الكأس وقتها بعد الفوز على الزمالك. استمر مع الفريق الأول لمدة 10 سنوات، قرر الاعتزال محققا 6 بطولات للدوري و4 بطولات لكأس مصر و3 بطولات إفريقية وبطولة أفرو أسيوية وبطولة عربية. التحق بدر رجب بقطاع الناشئين بالنادي الأهلي في فترة تولي العبقري الهولندي كروفر الذي أحضره الكابتن صالح سليم لتطوير القطاع،
فاختاره الهولندي بدر رجب ليكون مسؤولا عن انتقاء الناشئين لمدرسة الكرة، خاصة أنه كان مديرا فنيا لمدرسة الكرة. وبالفعل نجح في انتقاء مجموعة مميزة بأجيال متعددة وصلت لما يقرب من 50 لاعبا بأندية الدوري المختلفة، كان آخرهم أحمد ياسر ريان المتواجد الآن بصفوف الفريق الأول. خلال 10 سنوات بالآل استطاع إخراج العديد من الأسماء مثل عمرو الحلواني، أحمد سمير فرج، مصطفى طلعت، أحمد حسن مكي، إسلام محارب، إسلام سري، شبيطة، مؤمن زكريا، هشام محمد، شهاب الدين أحمد، أيمن أشرف، تاحة، حسين السيد، لؤي وائل، العش، ربيعة، كهربة، تريزيجي، وغيرهم من الكثير من اللاعبين من مدرسة الكرة وهم نجوم الآن في الدوري الممتاز.